طيب باشمهندس احمد، خلاص بقى ننسى جدالة. نتكلم بقى عن هنا النادي الاهلي وعلاقتك بالنادي الاهلي، وانا عارفه ان اسرتك كلها اهلاويه وجدا وعلى الجانب الاخر كمان من الناحيه الهندسيه انت كنت من برضو المسؤولين عن فكره الطفره هنا بقى البنائيه اللي حصلت يعني، يعني او الهندسيه اللي حصلت. خلينا نتكلم برضو على الجزئيه دي. والله يعني نتكلم عن الجزئيه دي، هو لو بنتكلم على الهندسه فطبعا انا بعد سن 14 سنه كنت بطلت، توقفت تماما عن التمثيل يعني، والتزمت بالدراسه، ودي كانت رغبه والدي يعني الله يرحمه ان انا اهتم بالدراسه، وربنا كرمني ودخلت كليه هندسه، وبعد ما اتخرجت على طول ابتديت اشتغل يعني حتى على طول في العمل الحر. وكان ليا الحمد لله يعني الكرم من عند ربنا انه يحصل زي تعاون او كونكشن مشترك ما بين الشركه بتاعتي وما بين جهاز المشروعات الخدمه الوطنيه يعني، الكلام ده من 2004، واشتغلت في المشروعات القوميه بتاعتهم، ودي كانت بالنسبه لي نقله ثانيه، انه افضل دايما برضو قدام الكاميرا بس بزاويه ثانيه. فبنسلم مشروعات قومية وبنحضر افتتاحات كبيرة للدولة، فدي بالنسبة لي كانت بتحقق لي كمان حاجة لذاتي أنا كمان كنت حابب. لما الحمد لله يعني طبعا المجلس العظيم بالكوكبة اللي هم موجودين فيها وبقيادة كابتن محمود الخطيب اللي حببنا أصلا في الكورة وفي النادي الأهلي وفي البلاد بادج الأحمر، طبعا ربنا كرمهم وتولوا. كان في تعاون مشترك ما بين الجهاز مشروعات الخدمه الوطنيه وما بين النادي في بروبوزل كده، او شكل المقترح اللي ممكن نبدا بيه بعض المشروعات الخاصه بالنادي زي البوابات والاسوار والنسر الكبير اللي على البوابه وزي بعض المنشات الخاصه بالنادي. التعاون ده اثمر فعلا عن تطوير كويس جدا جوه النادي، الواحد بيتمنى وكنت بتمنى، لانه احنا في الاخر النادي الاهلي ليه فضل علينا كلنا، هو ما فيش حد ليه فضل على النادي الاهلي الحقيقه، النادي الاهلي دايما، ودي كلمه كابتن محمود الخطيب دايما يعني، وفعلا النادي الاهلي ليه فضل عليا وليه فضل على اي حد ممكن يحط اي مسمار جوه النادي، فانا بشكرهم ان هم ادوني مساحه ولو صغيره اني اعمل حاجه جوه النادي.